السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دلوقتي هنشوف ازاي نعمل كينوت ليجند. اولا ايه هو الكينوت؟ الكينوت بدل ما اكتب وصف طويل للحاجة، انا مجرد بس ايه بكتب اختصار، وهو بيبص على الاختصار ده يعرف ايه المقصود باللي انا عايزه. على سبيل المثال مثلا اجي هنا في انوتيت، تمام، الاقي هنا الكينوت اهيت. طيب هاجي هنا مثلا اقول له كينوت، بلاقي عندي element كينوت عناصر، في ماتيريال وفي يوزر الحاجة اللي انت عايزها، وفي كينوت سيتنج بحدد فيها الملف اللي انا حاطط فيه المعلومات. اقول له هنا كينوت واقول له element كينوت. هنا مثلا الحيطة دي المفروض ان انا اشاور عليها واكتب معلومات كتيرة جدا، لا ده انا هختار كده واقول له الحيطة دي مثلا نوعها مثلا ماسونري مثلا، ونوعها مثلا ستون ونوعها كذا. فلما يجي يبص على الرقم ده 0440.A1 يعرف المعلومات اللي عايزها عن العنصر دوت. تمام، ممكن تيجي برضو على الباب، على الاسانسير، على اي حاجه انت عايزها تقدر تعملها الكينوت ده. يوفر لك وقت كتير جدا ويوفر لك مساحه في الشاشه بدل ما تقعد تكتب كلام كتير والشاشه او اللوحه تبقى مليانه. تمام، فتبدا تشوف بقى ايه العنصر دوت، مثلا وود مثلا اي حاجه. طيب بعد ما انا عملت الحاجات ديت عايز اعمل ليجند بيها، فاقول له من فيو انا عايز هنا ليجند كينوت ليجند. بيقول لي هسميها ايه؟ تقدر تسميها الاسم اللي انت عايزه. بقول له انا عايز الكي فاليو والكينوت تكست، وتقدر تعمل فلتر او تعمل جروبنج زي ما انت عايز. ظهرت عندي القايمه ديت، فاقدر هنا لو انت عايز تعرف هي موجوده فين هتلاقيها موجوده هنا في الليجند كينوت. فتقدر تفتح مثلا اللوحه ديت وتسحب الكينوت ليجند اللي انت لسه عاملها وتحطها بالشكل دوت، ونيجي هنا نخليها بالشكل كده بحيث تبقى شكلها حلو في الطباعه. فهو لما بيلاقي الرمز دوت يروح يدور عليه وهيلاقيه اهوت، هيعرف النوع الحيطه دي.